السلام عليكم اصدقائي متابعي قناة ساز دراما، واهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو ان شاء الله رح نحكي عن مسلسل باب الحارة، وبالتحديد رح نحكي عن النجوم الذين شاركوا في انتاج هذا المسلسل الكبير والرائع. مسلسل باب الحارة هو أنجح مسلسل سوري وأطول مسلسل سوري من ناحية عدد الحلقات، حيث بلغ عدد حلقاته 343 حلقة في 11 جزء. وبالتأكيد لن يكتمل نجاحه لولا تألق الممثلين فيه. واليوم سنتعرف أكثر عن هؤلاء النجوم وعن حياتهم العائلية ومعلومات ممتعة عنهم. ولكن يا أصدقائي، قبل ما نبدأ أتمنى من كل شخص عم يتابعني حاليا فضلا وليس أمرا حط لايك الفيديو، وإذا كنت من محبي مسلسل باب الحارة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس كي يصلك كل جديد وممتع عن المسلسل. والسؤال للمتابعين اليوم، من هي أكثر شخصية تحبها من الشخصيات الموجودة في هذا الفيديو؟ وبسم الله يا أصدقائي نبدأ. النجم الأول الذي قام بدور أب عصام واسمه الحقيقي عباس النوري، وهو من مدينة دمشق، وعمره الحالي 68 سنة وديانته الإسلام. مشان الرياضة، هلا الرياضة على فكرة مو مسألة بدنية بس، هي مسألة نفسية وصحية وعصبية. تزوج في عام 1989 من السيدة عنود خالد، ولديه ولدين وأبنهما رنيم وميار وريبال. ومن الجدير بالذكر أن ابنه ريبال هو أيضا ممثل ومخرج، وهذا مشهد جمع عباس النوري وابنه ريبال في نفس المشهد. الحمد لله على سلامتك. قاعدين بنص بيته، بنص الشاغول، بنص الحارة، معززين مكرمين، ما ناقص عليهم شيء. الفنانة التالية التي قامت بدور أم عصام واسمها الحقيقي صباح الجزائري، وهي من مدينة دمشق وعمرها الحالي 66 سنة وديانتها الإسلام. وبيعم السلام بالوطن العربي كله، كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والعافية يا رب. تزوجت صباح لأول مرة في عام 1977 من الممثل الكبير دريد لحام، لكن زواجهم لم يدم أكثر من شهرين فقط، لتتزوج بعدها زوجها الحالي رباح التقي، ولديها منهم ثلاث أولاد هما رشا وترف وكرم. والجدير بالذكر أن رشا ابنة السيدة صباح الجزائري هي أيضا ممثلة، وهي التي قامت بدور هدى في مسلسل باب الحارة، وهذا مشهد جمع السيدة صباح بابنتها رشا في نفس المشهد. إيه والله ما عرفتها، إمتى كبرتي وصرتي عروس؟ هاتي بوسة تقبريني، هاتي. بسم الله وما شاء الله. ولا ننسى أيضا أن السيدة صباح هي أخت الفنانة الكبيرة سامية الجزائري. وإليكم بعض الصور العائلية للسيدة صباح. الفنانة التالية التي قامت بدور المحامية جولي، واسمها الحقيقي سلاف فواقرجي، وعمرها الحالي 44 سنة، وهي من مدينة اللاذقية وديانتها الإسلام. عالكل وبدك تطالع السيد شوكت وقال له بدي أقدم بلاغ للأمن العام. تزوجت السيدة سلاف من الممثل الكبير وائل رمضان في عام 1977. بحبه كممثل جدا وبحب أحاسيسه وبعرف مدى صدقه. فبس بهذا الفيلم. ولديه منه ولدين، وهذا مشهد جمع السيدة سلاف مع زوجها وائل في نفس المشهد. لا تزيدي على قلبي كرمال النبي، ها انا ضايق خلقي كثير، اذا انت متضايقه طاق انا متضايق 10 طوق. قطع اضربني كفين جبل طلعت لو حكينا بزيادة الجوال. والجدير بالذكر ان في الاسبوع الماضي من تاريخ نشر هذا الفيديو توفي والد السيدة سلاف فواقرجي، السيد محمد فواقرجي عليه رحمة الله. وإليكم الآن بعض صور العائلة للسيدة سلاف. الفنانة التالية التي قامت بدور سارة واسمها الحقيقي كندا حنة، وهي من مدينة حماة وعمرها الحالي 36 سنة وديانتها المسيحية. موريس هذا اللي طلع معي، هلا موريس بينحب معتز. تزوجت السيدة كندا في عام 2013 من المخرج ناجي طعمي، وأنجبت منه ثلاثة أولاد هم فارس وكيتا وكريستينا. وإليكم بعض الصور العائلية للسيدة كندا.
الفنان التالي الذي قام بدور أبو سليم واسمه الحقيقي محمد قنوع وعمره الحالي 47 سنة، وهو من مدينة دمشق وديانته هو الإسلام. خلاص عمي خلاص، صدقني راح بيع الكشة وارتاح منها. متزوج ولديه 3 أبناء هما مايا وماسا ومروان. وإليكم بعض الصور العائلية للسيد محمد. الفنانة التالية التي قامت بدور بوران واسمها الحقيقي أمية ملص، وهي من مدينة دمشق وعمرها الحالي 49 سنة وديانتها الإسلام. أهلا وسهلا فيك، وما بعرف ليش أنا خايفة ها، لأنه كتير مشاهد هذا الموقع. أما عن حياتها العائلية فالسيدة أمية منفصلة عن زوجها ولديها منه بنتين هما شاهي وشيرين. أما عن زوجها السابق فهو غير معروف، حتى في المواقع الدرامية المشهورة مثل موقع ليالينا كتب أن زوجها غير معروف. والجديد بالذكر أن عائلتها تبرأت منها وهي أيضا تبرأت منهم بسبب مواقفها السياسية المعارضة لمواقف العائلة. وإليكم ماذا قالت بخصوص مشكلتها مع والدها. ما عنده مشاعر أبوة يعني. الفنان التالي الذي قام بدور أب بدر واسمه الحقيقي محمد خير الجراح، وهو من مدينة حلب وعمره الحالي 57 سنة وديانته هو الإسلام. الأكلات الحلبية بالأوساط العربية بدون منافس بتاخد الميدالية الذهبية. متزوج من السيدة رفيدة سمير ولديه ولدين هم عبد الوهاب وعربي. وإليكم بعض صور العائلة للسيد محمد خير. الفنانة التالية التي قامت بدور فوزية واسمها الحقيقي شكران مرتجى، وهي سورية ولدت في السعودية في مدينة الطائف وعمرها الحالي 50 سنة وديانتها الإسلام. لأنه أنا بعد شعمية، شخصية شعمية بمسلسل وردة شعمية مع النجمة سلافة مع مارو. تزوجت وانفصلت من الممثل علاء قاسم وليس لديها أي أولاد، وهي الآن بدون زوج. وإليكم بعض الصور للسيدة شكران. الفنان التالي الذي قام بدور عبده واسمه الحقيقي حسام الشاه، وهو من مدينة حمص وعمره الحالي 54 سنة. متزوج من السيدة ديانا دالاتي ولديهم طفلة واحدة واسمها سيلينا. وإليكم بعض الصور العائلية للسيد حسام. الفنان التالي الذي قام بدور نمس واسمه الحقيقي مصطفى الخاني، وهو من مدينة حماة وعمره الحالي 42 سنة وديانته الإسلام. تزوج في عام 2014 من السيدة يارا الجعفري، وهي ابنة مندوب سوري للأمم المتحدة بشار الجعفري، ولكن زواجهم لم يدم أكثر من سنتين حيث انفصلا. وليس لديه أي أولاد وهو الآن أعزب. وإليكم بعض صور العائلية للسيد مصطفى. وهيك يا أصدقائي بكون وصلنا لآخر المقطع. إذا كنت عم تتابعني لهون معناته الفيديو عجبك، حط لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زر الجرس. وما تنسى يا أصدقائي تتابعني على إنستغرام إذا عندك أي سؤال أو استفسار أو اقتراح، هذا هو حسابي على إنستغرام. وإذا حابين تشوفوا المزيد من الفيديوهات عن باب الحارة بنصحكم يا أصدقائي تشوفوا هدول الفيديوهين اللي رح يطلعوا قدامكم. وأشوفكم أصدقائي بفيديو جديد.